في لايف جديد من هنا من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومعانا طبعا البلوجر شروق أشرف وخطيبها أستاذ محمد. أولا منورنا. أولا ألف مبروك. مبروك الخطوبة. أولا، وأي سؤال هيتقال، اتعرفنا على بعض ازاي؟ نبدأ بمين؟ شروق ولا بمحمد؟ لا ادري مش تمام. نبدأ بشروق. محمد عنده صحبه كان بيدافع عن غيره الله يرحمه، من ضمن صحاب كتير ومن ضمن منصات كتير. فانا الاول كنت بتواصل معاه بشكل رسمي عشان لو في معلومه مثلا عايزين نوصلها للناس، في اشاعه مثلا طالعه عايزين نصححها للناس، لان احنا قعدنا فتره مش بنطلع على السوشيال ميديا تقريبا سنه. فانا كنت بتواصل بقى مع الناس اللي كانت بتدافع عننا وعن غيرنا عشان ايه، لو في معلومه ولا حاجه ايه. تمام. بعد كده في شخص بيحب العيله محمد دايما، فمحمد قال له يعني انا عايز اتواصل مع اهل نيره وعايز اطلع اهل نيره عمره. فبما ان محمد هو اللي وصلنا او وصل الراجل بينا، فقال له هنطلع عمره، يعني اطلع اهل نيره عمره وانت كمان تطلع ايه معانا. تمام. بس ومن هنا بقى بدات الحكايه، عرفنا بقى بعض اكتر في العمره، يعني قعدنا 10 ايام. يعني درستوا بعض في العمره، عرفت شخصيه كنا محمد. كنا بنروح نعمل عمره مع بعض، نصلي مع بعض، نتغدى مع بعض، بس كنا واخدين غرفتين، يعني غرفه لمحمد وبابا وغرفه ليا انا وماما. بس كنا كل حاجه مع بعض. نرجع لمحمد. ايه بقى اكتر حاجه جذبتك في شروق؟ كل حاجه. يعني شروق، انت لما بتحب حد او بتحب شخص ما بتشوفش فيه حاجه وحشه. فشروق حد جميل وحد انسانه كويسه ونظيفه من جواها وبتتعامل بطبيعتها وحد حبوب، مش حد نكد، يعني احيانا بتنكد بس مش دايما. فشخصيتها شخصيه جميله يعني بصراحه. شروق الفتره الاخيره وبعد، وخصوصا بعد الخطوبة، يعني شفنا كده بعض الانتقادات على صفحتك. وانا مجرد نزلت الصور انا لقيت مرة واحدة في هجوم كده. طيب شفت الانتقادات والهجوم ده ازاي؟ انا في حاجات يعني عديتها، لكن الناس اللي مثلا بتغلط او الناس اللي بتسب او بتسب القصر، لا بتاخد الاجراءات القانونية. لكن انا ما عدتش زي الاول، يعني الاول كنت بيشغلني قوي الكومنتات والكلام ده، لكن دلوقتي خلاص. يعني انت بتتقبلي الانتقادات ك النقد العادي؟ في حد ممكن يتقبل النقد العادي، لكن انت بتتكلمي في اللي بيتجاوز معاكي بس. اللي بيتجاوز بقى حدود او مثلا اللي بيدور عليا او على اهلي واسرتي، لا بتاخد الاجراءات القانونيه. اظن ده من حقي. قابلت الانتقادات ازاي؟ بص، هو في البدايه كنا بنزعل. تمام. لان في تعليقات فعلا بتبقى سخيفه يعني، بس بعد كده خلاص انا يعني انا وصلت لمرحله ما بقتش اشوف تعليقات، الا لو حد معين بقى يعرفني قال لي في حد بيقول كذا حاجه كده فببره. اما معظم التعليقات ما كنتش ببص عليها اصلا عشان نريح دماغي. من وقت وفاه نيره الله يرحمها ولحد النهارده، قابلتك انتقادات تانية غير الهجوم اللي تم كده من الناس؟ كل فتره طبيعي ان انا بيبقى فيه هجوم. انا ما اعرفش سببه ايه، بس هو كل فتره كده. يعني برضه اخر مره حصل لي هجوم قبل موضوع الخطوبه في ذكرى وفاه نيره، الذكرى الثانيه. كان في جروبات اكونتات كده، اكونتات فيك او لجان انا ما كنتش عارفه ده ايه بالظبط، كانوا بيدخلوا بقى ايه يكتبوا كومنتات سلبيه كتير قوي على الصفحه، ومره واحده اختفى. يعني الهجوم بيحصل شويه ومره واحده بلاقيه بيختفي. بس الانتقادات او مثلا الكلام اللي كان بيوجعني قوي اللي هو انت نسيتي الكلمه دي بقى اللي كانت بتاثر فيا، عشان انا بدات اتجه لشغلي وبدات امشي في طريقي، فاللي هو انت نسيتي ازاي بتشتغلي وازاي بتخرجي وازاي بتروحي وازاي بتيجي. قلت لنا في الكواليس قبل التصوير، يعني كل بني ادم من حقه ان يعيش حياته، بس الحزن في القلب. اي حد فقد حد عزيز عليه
قبل موضوع الخطوبة وقبل ما تفكر في موضوع الخطوبة، كنت بتشوف الانتقادات دي ازاي وبتواجهها مع شروق ازاي؟ كنت بشوف ان هي بتقوينا. لو حد ملوش لازمة محدش اصلا هيركز معاه، اما طول ما انت ليك لازمة الناس بتاخد بالها منك، بتتابعك، بتحب تعرف اخبارك حتى لو كان انتقاد. فانا شايف ان ده حاجة تقوينا مش حاجة تضعفنا او تحبطنا. اولا انت شغلك الاساسي اللي هو ايه؟ ميك اب ارتست. بداتي تنعرفي من خلال خدت كورس في 2020 يعني قبل وفاه ميره، وفتحت الصفحه دي وبدات اعمل فيديوهات ولوكات للبنات. يعني الصفحه دي قبل وفاه ميره؟ تمام. من قبل وفاه ميره بحوالي سنه او سنه. تمام. كنت بعمل فيديوهات اعلم البنات الميك اب، حاجات من دي، اعمل مثلا على موديل، اجيب موديل اعمل عليها ميك اب. كنت بعمل بقى كمان لبنات مثلا سواريه عايزه، واحنا مثلا رايحه فرح فممكن اعمل لها ميك اب الكلام ده. ووقفت بقى صفحتي لمده سنه بعد وفاه ميرا الله يرحمها. ده ما كنتيش عارفه تشتغلي بسبب الحادث وبسبب اللي حصل. وقلت ان انا هقفل صفحتي مش هطلع دلوقتي خالص لحد ما اخد حق ميرا لحد ما الاعدام يتم. بعد الاعدام بقى بدات ان انا ارجع لصفحتي، والناس هي اللي فضلت تقول لي ايه، لا يا شروق ارجعي، يا شروق اشتغلي، الشغل هينسيكي، فحاولي ترجعي لصفحتك. فبدايه رجوعي لصفحتي بدات اطلع لايفات انا وبابا وماما. كلمينا عن اول لايف طلعتيه مع بابا بعد موضوع الاعدام او بعد موضوع الحادث عموما. يعني احنا طلعنا، انا قلت لبابا في ناس كتير، انا كنت الاول بطلع لوحدي برضه، انا اول ما رجعت كنت بطلع لوحدي لايفات. تمام. فالناس كانوا عاملين لي كده، عايزين يشوف بابا اشرف، عايزين يشوف ماما سناء. فانا بابا جالي في مره قلت له بابا ايه رايك نطلع لايف؟ قال لي ماشي يلا. فكنا طالعين بندردش مع الناس مش اكتر، بنتكلم معاها، لقينا الناس حابيننا، عاملين لا اطلعوا بكره تاني. اطلعوا بكره. فبقينا نطلع تاني يوم، طلعنا بدا الناس حبينا وكده. فبدا بابا يعمل يقول مثلا قصص دينيه، يقول فوازير، يقول اسئله دينيه. فالطريق بقى مش كده. في حد في خلال او ما شابه ذلك في الفتره دي؟ في الفتره اياميها اللي هو انتوا طالعين ليه؟ طالعين لايفات ليه وطالعين تتكلموا عن الناس ليه؟ طب الناس هي اللي حبانا والناس هي اللي عايزانا نطلع. وكمان احنا كنا بنطلع من اللي احنا فيه شويه، اللي هو كنا بنشتغل مع الناس اللايف، كنا بنقعد مثلا ساعه او ساعتين، كان بيفصلنا شويه عن اللي احنا فيه. وماما برضو لما بدات تطلع معايا بدات الناس تحب ماما وعايزين نشوف ماما سناء. ماما بقت كمان برضو تطلع من هي في شويه باللايف ده، كلامنا مع الناس. فالناس برضو هونت علينا كتير، يعني انا عايزه اتكلم برضو في الجانب الايجابي، في ناس كتير هونت علينا وناس كتير خدت بايدينا ان احنا نحاول نتجاوز ده عشان تخرجوا من الازمه اللي كنتوا فيها. في ناس كتير برضو في الجنب. تمام. محمد ان شاء الله كده بقى، ان شاء الله يعني قررتوا الفرح يكون امتى؟ ان شاء الله الفرح هيبقى قريب، بس انا محددناش لسه. بس هيبقى ان شاء الله في خلال شهور. شهور ما نقدرش نجزم. ما نقدرش نحدد، بس ان شاء الله نقدر نعرفكم اكيد يعني. تمام. طبعا انا هواجه كامل الناس اللي بتحبني والناس اللي بتدعمني، بقول لهم شكرا جدا على كل كلمه قلتها لي وكل رساله بعتها لي، كل كومنت حلو فرحني. وعايز اشكر ناس كتير جدا دعمتني. شكرا جزيلا ليكم، كنتوا منورينا النهارده، وشكرا متابعينا الكرام على حسن متابعتكم. عليكم ورحمته وبركاته.